في إطار مكافحة تجار غير شرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف امرأة كانت بصدد تهريب كميات كبيرة من المؤثرات العقلية. العملية جاءت بعد استغلال معلومات تفيد بقيام إحدى المسافرات بتهريب كميات معتبرة من المؤثرات العقلية. على الفور وبعد إعداد خطة ميدانية محكمة تم توقيف الحافلة، وبعد التفتيش الجيد لها تم حجز أو ضبط ما يقارب 4170 قرص مهلوس من نوع بريغابالين. الضبطية القضائية وبعد استكمال الإجراءات القانونية أنجزت ملفا جزائيا ضد المشتبه فيها بتهمة تهريب مواد صيدلانية على درجة من الخطورة مسة بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية، وحيلت بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.